مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعمي وتصم. اثنين الدد نموذج رقم اثنين من دعاة الفتن ودعاة الإخوان المسلمين، محمد ولد الددو الشنقيطي. ده قال شنو؟ جابوا له أيام الجماعة خارجين على السيسي حديث أسمع واطع في التلفزيون، المقطع موجود هو ده، يعني نقلت لك كلام وحشوه بعينك. قال جابوا له الحديث، قال لا حديث ما مقصود به كده، ولف ودور وسمع الحديث من البدايه، وقال رولي محمد ومشي هناك المسند وابن ماجه ومشي بغادي وفلان لما المذيع نزل قضيه مذيع ثاني انتبه، قال له الوقت ضيق، ترى الوقت ضيق. قام في النهايه قال لا ما يقصد به هذا، واوجب الخروج على شنو؟ الحكام. وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس احد منهم يدعي انه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق احد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم اي صفه شرعيه يمكن ان ينالوا بها هذا المقام، وانما وصلوا الى حكم هذه البلدان بالتغلب، فاذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم. فهذا يجب الخروج عليه ولا لا. طيب هل الضربات والمظاهرات هي من الخروج؟ لا لا ليست خروجا، هذه مجرد القيام بحقه. لما مسك محمد مرسي الاخواني ظلم، لما كان ماسك شوف قال شنو ددد ذاته. قال محمد مرسي لا يجوز الخروج عليه لانه ولي امر، ولا يجوز الخروج على ولي الامر الا اذا كفر كما قال رسول الله. ومن المعلوم ان الاغلبيه في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه، فصار هو ولي الأمر في حقهم، وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي، وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم الخميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب، وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. يا جماعة هذا ما محتالين، يعني أنت بتفصل الأحاديث بتجيب أشيلة خذ من الرف، تشوف اقرب اخواني تلبس عليهم اللي بدا عجبكم ده شغل الترابي ذاته. قال ما في حديث للرسول، كله كذب. قال انا حسبي القران بس. قال لي امامه المراه كيف؟ قال في حديث نبوي. يا محتال. قال ام ورقه في سنن ابي داود، قال حديث رقم 592 صلت بالرجال. كذا ما صلت بالرجال، صلت بالنساوين في بيتها، لانه ما كان في راجل صحابي، وده حديث عصر صحابه بيصلي في البيت، انت قايل كوز ولا شنو؟ ما في راجل صحابي بيصلي في البيت، يا مجرم. اي صحابي كان بيصلي هناك. قال ولقد رايتنا وما يتخلف عنها عن صلاه الجماعات الا منافق، معلوم النفاق. وحتى باقي المنافقين ذاته كان بيصلوا في الجامع احيانا، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. الايات طيب. لكن ده لعب. وفي النهايه طلع منهج الرجل الدد صوفي. واخواني يا اخو مسلم، مشى لكبير الطواغيت على وجه الارض مين؟ انياس ولا بنياس ذاك؟ تجاني لما مات هلك، ربنا ريحنا منه الحمد لله. مشى قال عز في موته، قال الرجل نشر الاسلام ونشر الطريقه التجانيه وعز على الطريقه التجانيه واثنى على التجانيه. نسأل الله أن يمد في أعمارهم وأن يمد في عمر الشيخ التجاني، وأن يشفيه من كل داء وأن يطيل عمره في طاعة الله. هذه الطريقة الطريقة التجانية ومجددها في هذا العصر الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، نشر الله بها هذا الدين ولها أياد بيضاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا ينكرها ولا يتنكر لها إلا مكابر. طلع صوفي مشى لي شيخه، قال لا بزغ لي في يدي اختف، بس غلي في يده تمسح بها في وشه. قول له يقول هيك. ده علامه يا ناس، ده علامه ولا حسره وندامه؟ لكن الاخوان المسلمين بيصيروا لهم ناس ناس. واحد تلقى سمين سايب السمين والسمن ما عيب يعني كثير، سمين بس يجيبوا له يقول لك العلامه ولد الددو. علامه بتاع شنو يا كذابين كل محتالين. وعلماء أهل السنة والجماعة يصفوهم بأسوأ الألفاظ ويشتموهم. شيخ ربيع يقول لك ديل مداخلة، وديل عبدة آل سعود، وده عالم علامة، الإمام الألباني محدث العصر،
قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أحد رجلين، اثنين بس، إما جاهل والجاهل يعلم، وإما صاحب هوى. ونحن قال نحمد الله، ده المحدث الألباني، ده العلامة بجد، مش الدد بتاعك المبتدع الصوفي الإخواني، ده العلامة بجد، لو كان هم عندهم زرة بتاعت إنصاف وزرة بتاعت عدل نقح كتب السنة يا أخي. الحديث الحديث النقعه انت كإخواني ما تقدر تعدها يا بليد. تي تطعن في علماء السنة، في الشيخ ربيع، الشيخ الألباني وغيره. قال الألباني قال ونحن نحمد الله أن سخر لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة السلف الصالح، مثل هذين الرجلين الربيع والشيخ مقبل. تضحك فيه وانت يا سافل، قول لك ده المداخلة وده الجامية، لا بكره الإمام، والله أنا أسميه إمام جوا نخرت أي أخو مسلم أو حزبي أو أنصار سنة. الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. ليه بضعنوا فيه؟ لأنه من أوائل العلماء الأكابر الكشف جماعة الإخوان المسلمين، وكشف الضال السفيه المبتدع سيد قطب، من أوائل الناس، لحد ما ضربوا في الجامع الدستوري اثنين سرورية، اثنين من أبو السنة في المحاضرة وضربوا. شيخ الفوزان كان موجود يحضر محاضرة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، شيخ الفوزان من الحضور، وأنعم به من شرف، شيخ الفوزان حاضر، وحجزوا يحجز الناس من الشيخ العلامة محمد أمان الجامي. عشان كده أي زول يصدع بالسنة وبالتوحيد يقول لك إما مدخلي وإما جامي وإما وهابي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول لك أنت أسلوبكم كعب، أنتوا أكعب ناس يا دعاة الفتنة يا أخوان مسلمين. والله بفضل الله نحسب أنه سلطنا عليكم، والله ننجمكم نجام إن شاء الله عمركم ما شفتم، عمركم بألسنة الحداد بإذن الله عز وجل، بألسنة الحداد بإذن الله عز وجل. بس أصبروا شوية، ودي بداية، إحنا يا دوب بدينا، مش يعني المحاضرة أنا مشيت لي أنا النهاية خلاص في المحاضرة، لكن المحاضرة كلها دي البداية، أصبروا لي. طيب